السلام عليكم، أنا محمد غنايم. لماذا يوجد أشخاص يبدون أكبر أو أصغر من عمرهم الحقيقي؟ أنا على المستوى الشخصي لطالما يسألني المرضى عن عمري لأنني أبدو أصغر، وهذا يثير الشك أحيانا لديهم حتى أخبرهم فيطمئنوا. والبعض الآخر ممن أعرفهم يعتقد الناس أنهم أكبر فينادونه مثلا بيا عم مع أنه أصغر من القائل. أو أحيانا في بعض الحالات تسأل الأم هل هي أخت ابنتها كونها تبدو أصغر شكلا، أو في بعض الأحيان تنادى بعض النساء بيا حجة أو يا خالة كونها تبدو أكبر من عمرها. طبعا هنا الله يرحم القائل. لذلك ما رأيك أن ننظر لهذا الموضوع من زاوية مختلفة؟ طيب، سأسألك الآن سؤال وأريد منك أن تجيب عليه بسرعة، اتفقنا؟ ولن أخبر أحد الإجابة. كم هو عمرك الآن؟ أو كم مضى من عمرك الآن؟ جميل، الذي أجاب منكم أخبرني عن عمره الزمني، العمر الذي حسبه من لحظة ولادته حتى الآن. صحيح، مثلا مواليد عام 2000 عمرهم الآن يكون 21 سنة وهكذا. في نهاية هذه الحلقة أيها الطيب سأثبت لك أن هذا ليس عمرك الحقيقي، وسأثبت لك أيضا أن العمر مجرد رقم، وهذا سيعطيك حافز لتنهض وتفعل ما تطمح إليه بغض النظر عن عمرك الزمني. العمر الحقيقي كما يقول العلماء هو العمر البيولوجي وليس العمر الزمني. ما هو العمر البيولوجي؟ هو الذي يجعل البعض يبدون أصغر من عمرهم الحقيقي أو أكبر لدرجة تثير الاندهاش. هو أيضا من يحدد عملياتك الأيضية وعمر الخلايا لديك. عمر الخلايا هي العمر البيولوجي، أنت أساساً عبارة عن 30 إلى 40 تريليون خلية، ونحن كأطباء نحدد العمر البيولوجي بناء على طول التيلوميرز. هذه عبارة عن أغطية في نهاية الحمض النووي لديك، وهي التي تحدد عمر الخلايا في جسدك، تمام؟ لذلك عندما ترى شخص أصغر من عمره ليس شكله فقط يبدو أصغر، بل أن جميع خلايا جسمه وعملياته الأيضية أكثر شباباً بسبب طول التلوميرات. والعكس صحيح أيضا لمن يبدون أكبر من عمرهم. يعني مثلا ألا تلاحظ أن شعوب شرق آسيا لا يبدو عليهم أبدا السن؟ أنا عن نفسي شاهدت الكثير من الكوريين والصينيين واعتقدت أنني أكبر منهم، لأتفاجأ فيما بعد أنهم ربما في نهاية الثلاثينيات أو في 40 من عمرهم. لذلك لابد أن نطرح سؤال مهم، ما الذي يجعلهم يبدون أصغر من عمرهم الحقيقي؟ هذا السؤال أعتقد أن كل فتاة تشاهدنا الآن تسأله وترغب في أن تبدو أصغر، ولكن اعلمي قبل كل شيء أن هناك دائما من يراك جميلة. المهم، هذا السؤال طرحه قبلنا مجموعة من العلماء من هولندا قبل 4 سنوات، وقرروا أن يجدوا الجين المسؤول عن علامات كبر السن من التجاعيد وترقق الشفاه والشحوب إلى آخره، ولماذا الآسيويين يبدون أصغر من عمرهم الزمني. وبالفعل بعد دراسة شملت أكثر من 3000 شخص وجدوا أن الاختلاف يكمن في جين اسمه MC1R. كلما زاد هذا الجين كلما ظهرت علامات الشيخوخة، يعني أنت تبدو أصغر أو أكبر من عمرك الزمني بسبب هذا الجين. نعم، هنا كبرت آمال العلماء اعتمادا على هذا الجين بالبحث عن علاج فعال لعلاج الشيخوخة أو منعها. تخيل، طبعا كطب لا شيء مستحيل، هم لم يصلوا لهذا العلاج إلى الآن، ولكنهم لو فعلوا سيكون تقدم طبي جيد، ولكنهم لم يمنعوا الموت، يعني هذا أمر متأكدين منه. يعني ما الفائدة أن تموت بشابا بعمر 90 مثلا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله الأعراب أن تداوى قال تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا السأم، يعني الموت. إذن جملة أن العمر مجرد رقم صحيحة أيها الجميع. عندما تتمعن أكثر في هذا الجين تلاحظ اختلاف فيه لدى أصحاب البشرة السوداء، حيث التجاعيد تظهر بشكل أقل لدى أصحاب البشرة السوداء من البشرة البيضاء. مثلا ممثل مورغان فريمان يعني يبلغ من العمر 84 سنة، ولو نظرت إليه تلاحظ أن عمره 60، العمر البيولوجي الخاص به. صحيح، من خلال ملاحظتي أيضا لاحظت أن أصحاب الوجوه الدائرية أو ما يطلق عليهم البيبي فيس دائما يبدون أصغر من عمرهم الزمني. فمثلا الأطفال تجدهم بوجوه مدورة وخدود ممتلئة جميلة، ومع العمر يبدأ الوجه في رسم زوايا حادة بسبب نقص الكولاجين، يذهب هذا الامتلاء. أيضا مع الزمن إذا كانت الشفاه ممتلئة تقل في الحجم، وحتى تحت العينين مع التقدم في العمر تظهر التجاعيد وفراغات. لهذا السبب بالتحديد ترغب النساء بحق وجهها بالفيلر والبوتوكس لتبدو أصغر عمرا. وقضية التجميل موضوع كبير لن نخوض به الآن. الآن دعنا نتفكر في أمور لو فعلناها سنبدو أكثر شبابا لحين أن يصل العلماء إلى ذلك العلاج الفعال اعتمادا على جين MC1R لتقليل علامات الشيخوخة. تجد البعض يقول أن الراحة والهواء النقي والعيش مثل العيش في القرى ومع الهواء النقي والابتعاد عن المدينة والتوتر المصاحب لها يقلل من علامات التقدم في العمر، وهم محقين بذلك تماما. لذلك تلاحظ القبائل التي تعيش بعيدا عن المدن تعمر. يعني مثلا سمعت مرة عن قبائل الهونزا
يعني متوسط أعمارهم 145 سنة ويبدون أصغر، يبدون في الستينيات والسبعينيات من عمرهم، أمر غريب، ابحث عنه إذا تحب. أيضا ممارسة الرياضة، يعني دعنا نتحدث بصراحة، زيادة الوزن دائما تظلم صاحبه وتعطيه عمر فوق عمره، لذلك عندما تلاحظ مقاطع على اليوتيوب حول قبل وبعد فقدان الوزن تلاحظ اختلاف كبير في الشكل، يصبح الشخص أكثر جمالا. صحيح، مثلا هذا الشخص قبل وبعد يعني شتان بين الثرى والثريا، يعني ليس بالضرورة أن تكوني رياضي أو رياضية محترفة، بل يكفي ممارسة المشي أو الجري يوميا أو صعود الدرج حسب الأمكانيات المتاحة لديكم. انظر إلى اليابان أو كوريا مثلا، تجد الرجل يبلغ 70 من عمره ويمارس رياضة المشي وبعض الأحيان رياضة الجري أو السباحة، لأنها أصبحت عادة يومية لديهم. الأمر التالي، توقف عن التدخين. يعني ربما سمعت هذه الجملة 1000 مرة، ولكن صدقا من أسوأ الأمور التي قد تفعلها لجسدك بسبب وجود أول أكسيد الكربون وأكثر من 4000 مادة مسرطنة بها. التدخين يزيد التجاعيد والبقع الناتجة مع تقدم العمر بسبب تضيق الأوعية الدموية وبالتالي انخفاض الأكسجين إليها. أيضا يسبب هشاشة العظام بسبب استنفاذ الأكسجين من العظام، فتكون في 40 من عمرك وتعاني من هشاشة العظام. لا أريد التوسع كثيرا في هذا الموضوع، ولكن أغلبنا يعرف أضراره، ولكن اعلم أن الإقلاع عن التدخين يزيد من تدفق الدم في الجسم وبالتالي تبدو أكثر شبابا. النقطة التالية، التغذية الصحيحة. أنت ما تأكل، هذا المثل صحيح تماما، أنت ما تأكل. لن أخبرك كما يقول البعض كل فقط الطعام الصحي وتجنب الأطعمة الأخرى، فهذا أمر صعب وأنا أدرك ذلك الأمر تماما، بل أقول لك تناول كل شيء بكميات أقل وعلى فترات متقطعة حتى تتجنب التخمة. أيضا لا تتعرض لأشعة الشمس كثيرا. التعرض لأشعة الشمس بالتأكيد ضروري ومفيد، ولكن كثرة التعرض لأشعة الشمس خاصة في فترة الظهيرة تتلف الجلد وتؤثر عليه بسبب الأشعة فوق البنفسجية التي تتلف ألياف الجلد المكونة من الإلاستين، فيفقد الجلد مرونته وجماله. يعني الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. القيلولة هي نوم الظهيرة، يعني مستحسن ألا تخرج في ذلك الوقت إذا كنت تستطيع، وقت الظهيرة. أكثر من شرب الماء، ستجد على اليوتيوب مقاطع كثيرة عن فرق التأثير بين قبل وبعد شرب الماء. فالجسم أساسا يتكون من الماء، الله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الآن أيها الجميل، في مسألة العمر وكم نبدو، يجب أن نركز على موضوع أعمارنا أفعالنا. يعني أين الجميل عندما تعيش 90 سنة وأعمالك وأفعالك كلها نكراء؟ بل الجميل لو عشت 20 سنة وأعمالك صالحة، لأنك تؤمن في النهاية تماما أن البقاء في الجنة، المكان الذي يبدو فيه الكل شباب. لذلك يجب أن نحرص على أعمال توصلنا لدار البقاء. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.